السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا ايفون 7 بلس، بدنا نعمل له تخطي لحساب اي كلاود بواسطة الأداة المجانية 007 رام ديسك. هاي الأداة مجانية من صاحب الأداة، رابط تحميل الأداة راح اترك لك اياه بالوصف. يا ريت تنتبه للخطوات عشان تعمل عملية التخطي. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. خلينا نبلش في الفيديو. أول شيء الأداة بوضع التشغيل. الفيديو الماضي شرحته بوضع القفل والجهاز مقفل برمز، هاي المرة الجهاز بوضع التشغيل. نفتح أداة 007 رام ديسك. زي ما شايفين الجهاز عليه إصدار 15.8 مسكر آي كلاود. فتحت معنا الأداة، نتوجه للخيار الأول ونضغط Check Device. بياخذ معنا الجهاز وبيقرأ. في هاي المرحلة إذا جهازك أعطاك Not Support معناته جهازك غير مدعوم على الأداة. هاي الأداة بتدعم من 6S لغاية X. تضغط OK. بعدها بتروح على الخطوة الثانية تضغط Create Activation. بنختار الخيار الأول. هنا عمل ملف الاكتيفيشن والآن بحكي لك دخل الجهاز بوضع الديفيو مود. الآن عشان ندخل الجهاز بوضع الديفيو مود أول شيء ندخله بوضع الريكفري، بعدها مباشرة ندخله بوضع الديفيو مود. أول شيء بنطفي الجهاز وبنضغط على خفض الصوت ونضل ضاغطين عليها. مجرد ما طفينا الجهاز ضغطت خفض الصوت وما زلت ضاغط عليها. هون الجهاز زي ما انتم شايفين دخل في وضع الريكفري. الان بدي ادخله بوضع الديفيو مود، برجع بضغط خفض الصوت مع الباور. مجرد ما طفى الجهاز بعد للثلاث، 1 2 3، وبرفع اصبعي على الباور وبضل ضاغط خفض الصوت. هيك انا دخلت الجهاز بوضع الديفيو مود والان بدي اتبع الخطوة الثانية. برجع بعمل تشيك ديفايس. خلص مباشرة بس يعطيك دن. هون بروح على الخطوة الثانية وبعمل بوت من 12 ل 15 لأنه جهازي إصداره 15.8. لو جهازك إصداره 16 بتعمل على 16. أنا راح أختار الخيار الأول، يعني حسب الإصدار بتختار الخيار. كيف بدك تعرف الإصدار؟ من واجهة فريو تولز اللي أنا كنت فاتحها بالبداية. في ناس سألتني انه انا ببلش عندك انت ضغط بفك الضغط مباشرة، بس انا بطلع لي مسج قبل. هذا المسج بطلع لك لما انت تشتغل على الاداة لأول مرة على نفس الجهاز، بحمل ملف فبنتهي عملية التحميل، بتاخد وقت، بتاخد من 3 لـ4 دقائق. بعدها ببلش عملية فك الضغط وتكميل الخطوات الموجودة امامك. هون الجهاز راح يدخل في وضع الرام ديسك. دخل في وضع الرام ديسك والان بيعد. طبعا يا جماعة انا شرحت لكم كل جهاز لوحده في الاداة لانه من الاسئلة اللي بتجيني في الكومنتات. فانا يعني كل اداة عندي اشتغلتها كل جهاز لوحده، يعني السكس صار 3 4 ادوات، السفن 4 ادوات، 5 ادوات، يعني قاعد بشكل في كل الادوات. فانا بعطيه اوكي. بعدها مباشرة بختار الخيار هاد، بضغط عليه وبنتظر. بعد ما خلص عملية الرام ديسك بنتظر الجهاز لغاية ما ينهي العملية.
يعني تشكيلة الفيديوهات صارت لكل أداة كل الأجهزة من آيفون 6 لغاية آيفون 7 بلس. الإكس عملت عليه فيديو ل 007 والـ 8 بلس عملت على 007 وعلى روم اف دبليو. يعني ان شاء الله والايبادات اي ايباد بيجيني راح اعمل عليه باسورد. عملنا له اوكي خلص العمليه بالتخطي بنجاح. خلينا نشوف هون الجهاز يفتح. زي ما انتم شايفين تمت العملية بنجاح، ما استغرقت معنا 6 دقائق بالضبط لخلصت العملية من البداية للنهاية. طبعا هذا الفيديو بدون مونتاج، كلياتكم تعودتوا على فيديوهاتي مباشرة بعملها. وفتحنا لايف برضو يا جماعة، فتحنا لايف، في لايف 4 أجهزة فتحناها على اللايف بشكل مباشر بهاي الأدوات المجانية. تقدر تتوجه للفيديو، تشوف الفيديو من القناة من هون. عندك هون لو دخلت على البث المباشر، هون فتحنا 4 أجهزة خلال البث المباشر على هاي الأدوات. عندك هون قائمة الأدوات اللي بنستخدمها، يعني الآيفون 6S 7 بلس 6 أداة حفيدك، روم اف دبليو 00، رام ديسك، اي اف تي، انلوك تولز، اي يو تولز. يعني بشرح لكم على كل الادوات حسب الهي وكل الاجهزة. يعني التشكيلة، يعني الجهاز الايفون 6 بتلاقي عليه انه اكثر من جهاز على نفس ال، يعني لو حطينا هون مثلا ايفون، ايفون 7 وبحثنا، راح تلاقي هون الادوات اللي اشتغلت عليها على ايفون 7 بشكل كامل. يعني هاي كلها فيديوهات فيها بتختص في ايفون 7 لكل الادوات. يعني راح تلاقي الادوات المجانيه بكون كاتب عليها مجانيه، والمدفوعه بذكرها خلال الفيديو، زائد انه اللي بشبكه بكون مكتوب عليه بشبكه، واللي بدون شبكه ما بكتب عليه بشبكه. إن شاء الله يكون الشرح واضح. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.